أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. من المورد الثاني الذي أشرنا إليه بالأمس في كلام السيد الإمام قدس الله نفسه، اتضح لنا بأن هذا المحذور الذي يذكر في كلماتهم لا يختص بالأبحاث الفقهية، بل يمكن أن يجري أيضا في الأبحاث الأصولية. ويتذكر الإخوة بالأمس المورد الذي أشرنا إليه، وهو ما لو تعارض مستحب مع حرام بنحو العموم من وجه. طبعا في محل الكلام إنما طبق تطبيقا فقهيا على مسألة الغناء وعلى مسألة قراءة القرآن والمراثي الحسينية، وإلا فهذا هو تطبيق فقهي، وإلا أصل المسألة يمكن عنونتها بهذا العنوان، وهو أنه فيما لو تعارض دليل دال على الاستحباب ودليل دال على الحرمة. طبعا بل يمكن أن يتوسع في ذلك، فيما لو تعارض دليل دال على المكروه ودليل دال على الوجوب أيضا بنفس الطريقة يمكن أن يقال. طبعا إذا كان بنحو العموم من وجه يمكن أن يقال أنه في مورد التعارض يتساقطان، ونرجع إلى الأصل الأول، إلى أصالة البراءة. إلا أن الكلام الذي ذكره السيد الإمام قدس الله نفسه في آخر المطاف، وهو أنه لم يخطر على ذهن أحد من الفقهاء، هذا لا يمكن أن يكون دليلا لبطلان مثل هذه الدعوة. يعني لا يمكن الذهاب إلى هذه الدعوة، لا يمكن الالتزام بهذه الدعوة. لماذا لا يمكن الالتزام بها؟ باعتبار أنه لم تخطر على ذهن أحد من العلماء أو من الفقهاء. بالأمس تذكر الإخوة قرأنا العبارة بشكل واضح في صفحة الجزء الأول من المكاسب المحرمة في صفحة 219، قال: وأنت خبير بأنه مستلزم لفقه جديد واختلال في الفقه، ولم يختلج ذلك التعارض والعلاج في ذهن فقهاء الشريعة، وليس مبنى فقه الإسلام على نحوه، وهو هذا القدر، يعني أنه لم يخطر في ذهن فقهاء الشريعة، كاف في فساد هذا التوهم. خب إذا كان الأمر كذلك، فتمييز باب التعارض عن باب التزاحم أيضا لم يخطر على ذهن السابقين وخطر على ذهن اللاحقين. في مسألة حق الطاعة وقبح العقاب بلا بيان، السيد الشهيد أيضا يقول لم يخطر على ذهن السابقين. في مسألة الاحتمال يقول على مستوى على مدى 2500 سنة لم يخطر على ذهن أحد، وعشرات الموارد وعشرات الموارد، وبتعبير ملا صدره في بعض الموارد يقول لم أجد على وجه الأرض من له علم بذلك. خب لأنه لم يخطر على ذهن أحد لابد أن نقول أن هذه النظرية ماذا؟ باطلة. نعم، الطريق لها هو أن نذهب إلى علم الأصول، فإن صار المبنى في باب التعارض بنحو العموم من وجه ذاك المبنى المشهور، فنقول هذا باطل ولا نلتزم به، وإن صار هناك مبنى آخر قم نلتزم به ولا محذورة في هذا المجال. من الموارد الأخرى التي لا بأس بالوقوف عندها قليلا هذا المورد، خلوا ذهنكم يمي، وهو أنه لو فرضنا أنه يوجد عندنا لفظ مطلق، يعني عندما نرجع إلى قواميس اللغة نجد أن هذا اللفظ شامل لهذا الفرد ولهذا الفرد. بعبارة أخرى، أن يكون اللفظ شاملا للأفراد والمصاديق
المتعارفة التي نتعارف عليها، وشامل بحسب اللغة لأفراد ماذا؟ غير متعارف. هسا إما عبروا عنها متعارفة، إما قولوا أن هناك مصاديق ينصرف إليها ماذا؟ اللفظ. في مثل هذه الموارد هل نتمسك بالعموم وهذا التعارف لا يكون مقيدا، يعني لا يدخل في مقدمات، لا يدخل في المقدمات أو في القيود اللبية التي تقيد العموم والإطلاق، أو لا، أن هذا التعارف الموجود يكون سببا في منع انعقاد ماذا؟ مقدمات الحكمة وإثبات الإطلاق. لأنكم تعلمون أنه واحدة من مقدمات الحكمة أن لا يوجد هناك قيد. هسا هذا القيد تارة قيد مصرح به، وأخرى قيد، هذا القيد جاءنا من خلال الأفراد ماذا؟ يعني عندما ننظر إلى الأفراد نجد أن هذه الأفراد الخمسة موجودة لا أكثر من ذلك. من نضرب المثال سيتضح من قبيل قوله هذه المسألة التي هي واقعا تترتب عليها آثار كثيرة جدا، وهي أنه أساسا قوله تعالى أوفوا بالعقود، هل المراد من العقود تلك العقود التي كانت متعارفة في ذلك الزمان، أو أنها تشمل كل ماذا؟ كل عقد وإن لم يكن متعارفا في ذلك الزمان. والآن تعلمون بأنه في عصرنا الآن هناك كثير من العقود أساسا لو تنظر إلى حقيقتها، إلى ماهيتها، إلى شرائطها، إلى أركانها، لا يمكن أن تطبق عليها لا البيع، لا الضمان، لا الحوالة، لا لا لا، كل هذه أنواع العقود لا تستطيع ماذا؟ لا تستطيع أن تطبقها عليها. ماذا نفعل في مثل هذه الموارد؟ هل يمكن التمسك بالإطلاق ونقول يشمل كل عقد وإن لم يكن متعارفا، أو لا، لابد أنه يكون العقد من العقود ماذا؟ المتعارفة، أو التي نرجعها إلى ماذا؟ إلى العقود المتعارفة. ولذا تجدون الآن جملة من الفقهاء عندما تقول له هذا العقد جائز أو غير جائز، يجب الوفاء به أو لا يجب الوفاء به، يحاول أن يرجعه إلى ماذا؟ إلى إحدى العقود المتعارفة ليجب ماذا؟ ليجب الوفاء به. أما إذا لم يرجع إلى تلك واحدة من تلك العقود فلا يجب ماذا؟ فلا يجب الوفاء به. خب سؤال، أيهما نلتزم؟ هنا السيد الحكيم رحمة الله تعالى عليه صاحب المستمسك، السيد الحكيم في موارد متعددة في المستمسك يقول بأنه نحن قلنا بأن التعارف لا يمنع ماذا؟ لا يمنع من الإطلاق. وجود بعض الأمور المتعارفة هذا لا يمنع من انعقاد ماذا؟ لا يمنع من انعقاد الإطلاق. بعد ذلك سيتضح للإخوة أن هذه المسألة كثير قريبة من المسألة التي نريد أن نبحث عنها. هذا المعنى لا أقل في موارد ثلاث من المستمسك، في المجلد الثالث عشر من المستمسك في صفحة 381، هذه عبارته. طبعا هناك بحث في مسألة الحوالة، عدنا أنه لو فرضنا هل يشترط رضا المحيل والمحتال أو لا يشترط، ذاك بحث. هسه الآن ما أريد أدخل ذاك البحث. يقول ولكن في الجواهر، صفحة 381، ولكن في الجواهر منع عن صحة هذه الحوالة لعدم إطلاق في النصوص، في نصوص المقام يتناولها، وأوفوا بالعقود يراد به العقود المتعارفة. منو ده يقول؟ ينقل عن صاحب الجواهر. وأوفوا بالعقود يراد به ماذا؟ العقود المتعارفة.
فلا شمول فيه في هذا اللفظ للمشكوك. شككنا أنه هذا من ذيك العقود أو ليس من تلك العقود، بعد لا يمكن التمسك بذلك الإطلاق، لأن الإطلاق إنما يختص بالعقود المتعارفة. انظروا إلى جواب السيد الحكيم، يقول: وفيه أن التعارف لا يقيد الإطلاق. وهذه القاعدة مولانا بنوا عليها موارد عديدة وعظيمة في الفقه، بعد ذلك سأشير إليها. يعني من الموارد اللي الآن فقط إجمالا أقول وبعد ذلك سيتضح، من الموارد التي أشاروا إليها، قالوا: من أحيا أرضا مواتا فهي له. خلي أشير إليها سنة ولو إجمالا. خب، أحيا أرضا مواتا في ذلك الزمان الذي كان يريد يحيي الأرض، إيش قد كان يستطيع أن يحيي الأرض في ذلك الزمان؟ يصعد ينزل مولانا 10 سنوات 20 سنة يحيي له 200 متر من الأرض حتى يعيش فيها. أما في هذا الزمان مع تطور أدوات الإنتاج وتطور الأدوات التي يستطيع أن يحيي في يوم وليلة مولان نصف بلدة مولان، هذه أيضا ينطبق عليه قانون من أحيا أرضا مواتا فهي له، أو لا ينطبق عليه. حتى ندخل إلى قاعدة أن الولي يجي شو يسوي؟ يمنع مولان، وإلا مقتضى القاعدة أن شنو؟ ها؟ يستطيع أن يحيي بلدا ويتملك مال ذلك البلد. فهل من أحيا أرضا مواتا يتمسك بإطلاقها ولا ينظر إلى المتعارف، أو أن هذا المتعارف يقيد ماذا؟ ها؟ لا يسمح أن ينعقد لقوله من أحيا أرضا مواتا فهي له، لا ينعقد له إطلاق بواسطة هذا المتعارف، أي منهم؟ خب، الآن سؤال واقعا، يتأسس فقه جديد أو لا يتأسس فقه جديد على المبنى الذي يقول أن المتعارف لا يقيد، نحو من الفقه، على المبنى الذي يقول أن المتعارف يقيد، هناك فقه آخر. ولذا السيد الحكيم ملتفت إلى هذه النقطة، يقول: وفيه أن التعارف لا يقيد الإطلاق، ولو بني على ذلك، يعني أن المتعارف يقيد الإطلاق، لزم تأسيس فقه جديد. من حقك أن تقول: لماذا أنه إذا لم نلتزم بأن التعارف يقيد الإطلاق يلزم تأسيس؟ لأن القضية ما مرتبطة فقط في باب العقود، في كل الإطلاقات أنت عندك ماذا؟ عندما صدر ذلك الإطلاق له أفراد، ما هو؟ أفراد متعارفة في زمان صدور النص. فهل أن التعارف يقيد أو أن التعارف ماذا؟ لا يقيد. أو هل يوجد تفصيل، يعني بعبارة أخرى، يقيد قول مطلقا، لا يقيد قول آخر مطلقا، قول ثالث ماذا؟ فيه تفصيل بأنه في بعض الموارد يقيد وفي بعض الموارد لا يقيد. هذه همتنا ليس من خلال الطيف مولانا يقيد ولا يقيد، وإنما لابد أن يذكر له ضابط على أي أساس نقول أن التعارف يقيد وأن التعارف ماذا؟ لا يقيد. طبعا البحث مو الآن في الانصراف، ها؟ الانصراف له بحث آخر، لا، أفراد موجودة، هاي الأفراد موجودة، من غير أنه أنا ينصرف ذهني، انصراف ما موجود حتى يقال بأن الانصراف لا يقيد. أفراد هذه موجودة وغير موجودة فقط، ليس إلا في ذلك الزمان فقط أكو 10 أنحاء من العقود، في هذا الزمان أكو 100 نوع من العقود، في ذلك الزمان أكو نحو من الإحياء، في هذا الزمان نحو آخر من الإحياء. هذا مورد. المورد الثاني أيضا يشير إليه في المجلد 12 صفحة 146، يوجد عندهم بحث في أنه هل يجوز الجمع بين عقدين في معاملة واحدة أو لا يجوز، بين الإجارة والبيع مثلا بعقد واحد، كأن يقول بعتك داري وآجرتك حماري بكذا، وطبيعي
سيد الطبائي أم لابد يقول حماري مو سيارتي مولانا، طبيعي هو هذا المتعارف في زماننا وشنو؟ ها؟ الحمار. ولكنه انت اللطيف انه من تجي الى الرسائل العمليه مالتنا ما تينها، من تذكر المثال يذكر يا مثال ها يذكر الحمار. المشكله هي هذه. لا اقل على مستوى الامثل، على مستوى الامثله خلي تتبدل رسائلنا. طبعا الحمد لله بعض الاعلام التفتوا الى هذا، بداوا يبدلون، لكن بعض الاعلام تجد الى الان انت خصوصا من تدخل الى مسائل الحج تجد من يتكلمون يتكلمون وكانه دنعيش ماذا في ذيك العصر، مع انه الان كثير من الشروط تبدلت اصلا، كثير من الامور تبدلت. خلونا باب الحج فد باب مولانا له اول وليس له اخر. هناك يقول: وفي الجواهر حكي عن الأردبيل التأمل في الصحة لما سبق، وللشك في مثل هذا العقد أنه هذا العقد صحيح أو ليس بصحيح. ودفع الأول يعني التأمل، حكي عن التأمل، ودفع الثاني الشك في هذا العقد. بماذا دفع؟ ودفع الثاني بأنه خلاف الإطلاق. يا إطلاق، إطلاق أوفوا بالعقود، وأنه لو بني على اختصاص العموم بالعقود المتعارفة ها، فإن كونه فالعمدة منع الاختصاص بالمتعارف، بل ضرورة الفقه على خلاف ذلك، وإلا لزم تأسيس فقه جديد. إخواني الأعزاء، كونوا على ثقة، واحدة من مفاتيح الأصول الموجود والفقه الموجود عندنا القائم فعلا أصله هو هذا، وهو أنه أنت عندما تأتي إلى وموارد أخرى ذكرها السيد الحكيم بعد ما أشير إليها، قال أنا أصوغها كقاعدة عامة، أنه عندما تأتي إلى الألفاظ التي وردت من الشارع أو إلى الإمضاءات التي وردت من الشارع، لا فرق هذا أو ذاك، أنه عندما نأتي إليها خصوصا اللي نريد أن نجري فيه الإطلاق ومقدمات الحكمة، هل يلحظ فيه الظروف والشروط الذي صدر فيه النص أو يجرد هذا النص من كل الشروط الموجودة في زمانه؟ أي منهم؟ الأصول الموجود عندنا ماذا يفعل؟ يجرده. يعني نص صادر في سنة 10 من الهجرة ونص صادر في سنة 250 من الهجرة، يعني الفاصل ايش قد؟ قرنين ونصف. مع كل هذه التغيرات التي حاصلة، إذا وجد مطلق هناك يقيده بماذا؟ بالمقيد الذي هناك، والعكس بالعكس. تقول له مو هذا النص صدر في هذه الظروف، يقول لا علاقة لنا ماذا؟ بهذه الظروف. تقول هذا المقيد صدر في هذه الظروف، يقول لا علاقة لنا ماذا؟ بهذه الظروف. في مقابل ذلك نظرية الزمان والمكان تقول لا يمكن أن نتجاوز الظروف والشروط وبتعبير هؤلاء الأعلام المتعارفة عندما نريد أن نفهم ماذا؟ النص الشرعي. هذا لا يمكن تجاوزه. سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه عند بحث أيضا في كتاب اقتصادنا، ولكن هذا البحث ذكره في بحث التقرير، احنا الآن نشير إلى هذا البحث في بحث التقرير، ثم بعد ذلك أعقب عليه في النصوص ماذا؟ في البيان اللفظي لا في البيان التقريري الذي هو إمضاء لما عليه سيرة العقلاء.
بحثه هناك في كتاب اقتصادنا. في طبعا السيد الشهيد يكون في علمكم أنه في كتاب اقتصادنا هواي كان أكثر متحرر مما كتبه في الفقه والأصول، لأن الفقه والأصول عادة كان يقال في جو معين في النجف، فلهذا هاي القواعد ما كان يطبقها. أما باعتبار أن هذا الكتاب كتاب يذهب إلى الجامعات إلى النخب المثقفة، فكثير من القواعد التي كان يؤمن بها وين موجودة؟ موجودة في كتاب اقتصادنا. أنت ما تجدها هذه الآن في بحوث في العروة الوثقى، ما تجد هذه في كتب الأصولية اللي هي تقريرات بحثة، وإنما تجد كثير من القواعد أين موجودة؟ هنا موجودة في هذا الكتاب، كتاب اقتصادنا. ولذا لا يتعاملون الإخوة الأعزاء مع هذا الكتاب ككتاب ثقافي، لا، كتاب علمي دقيق، وبودي أنه الآن إن شاء الله تعالى يذهبوا ويطالعوه بهذه الرؤية اللي أنا أقول. عند هناك بحث تحت عنوان تجريد الدليل الشرعي من ظروفه وشروطه. هل يحق لنا عندما يرد دليل من الشارع أعم من أن يكون دليلا لفظيا أو دليلا ماذا؟ تقريريا، لأنه تعلمون بأنه الحجة كلام المعصوم، بيان المعصوم، لفظ المعصوم، فعل المعصوم، ماذا؟ تقرير المعصوم. هذه هي السنة عندنا. السنة ليس ماذا؟ قول المعصوم، قوله فعله وتقريره. هو يحاول أن يطبق هذا على التقرير الآن وفي المجال الاقتصادي، وإلا القضية بحثه الآن في هذا، وإلا القضية أعم من ذلك بشكل واضح وصريح. يقول تجريد الدليل الشرعي من ظروفه وشروطه. عندما نقول ظروف وشروط الدليل الشرعي، من الواضح مرادنا بعد ماذا؟ هذا الذي اصطلحنا نحن عليه بالزمان والمكان، هذا هو المراد من الظروف والشروط المحيطة بصدور هذا الدليل من الشارع. يقول هو عملية أو عملية تمديد للدليل دون مبرر موضوعي لذلك. يقول أنت عندما تجرد الدليل من ظروفه وشروطه تجعله شاملا لغير ظروفه ولغير شروطه، هذا له دليل موضوعي أو ليس له دليل موضوعي؟ لا دليل موضوعي، دون مبرر موضوعي، في صفحة 409 من الكتاب. وهذه العملية كثيرا ما ترتكب في نوع خاص من الأدلة. ثم يدخل هنا في بيان هذا الدليل الذي يعبر عنه التقرير، وآخر المطاف يتضح مراده من التقرير، يعني إمضاء السير العقلائية. يقول ولنشرح أولا معنى التقرير، إن التقرير مظهر من مظاهر السنة الشريفة، ونعني به سكوت النبي أو الإمام عن عمل معين يقع على مرأى منه ومسمع، سكوتا يكشف عن سماحه به وجوازه في الإسلام. وهو يقول على نوعين، هو تارة يكون في قضية شخصية وهذا الآن لا يدخل في بحثنا، وأخرى يكون في قضية عامة التي يعبر عنها بأنها ماذا؟ هي السيرة العقلائية. كما إذا عرفنا عن من عادة الناس في عهد التشريع قيام الأفراد باستخراج الثروات المعدنية وتملكها بسبب استخراجها، فإن سكوت الشريعة عن هذه العادة وعدم معارضتها يعتبر تقريرا منها ودليلا على سماح الإسلام للفرد باستخراج المادة وتملكها، وهذا ما يطلق عليه في البحث الفقهي اسم العرف العام أو السيرة العقلائية. هسه هو يضرب مثال إذن، وهي ماذا؟ استخراج المعادن. هو الآن كل واحد يحق له مولانا، الآن في ذلك الزمان منه كان يستطيع أن يحفر معدن مولانا ويستخرج منه؟ فهو جنو، ها، من حاز شيئا ملكه، كل يروح إلى الغابات مولانا ويحتطب ويملك، يذهب إلى قطعة من الأرض مولانا ويحفرها ويحصل على كذا. واقعا الآن هذا مسموح لكل أحد، من حاز ملك أو من استخرج معدنا ملك ذلك المعدن. هذا معناه أنه ثروة البلد، يستطيع مولانا هاي الشركات يكون عنده صاحب شركة
ضخمة يستطيع مولانا أن يستخرج كل بترول البلد أو لا يستطيع؟ خب هذه نطبق عليه القاعدة لو ما نطبق عليه القاعدة؟ هذا الإمضاء الذي صدر من الشارع لمن استخرج المعدن من الأرض فهو مالك لها، هذا الإمضاء هل يشمل كل ظرفين أو مختص ماذا بذاك الظرف؟ أي منهم واقعا يلزم تأسيس فقه جديد أو لا يلزم؟ قل إذا قلنا أنه يلزم نجرد الدليل، يعني الإمضاء عن زمانه ومكانه عن ظروفه وشروطه، إذا شامل لكل زمان ويشمل زماننا ويشمل أي زمان آخر. إذا ملكت أرضا وخرجت في أرضك، افترض فرض المحال هو مو محال، افترض جنابك أنه ملكت أرض بمئة ألف متر مربع مولانا، وإذا قالوا لك مولانا هاي المئة ألف مربع بها شنو؟ ها؟ مختلف المعادن، مو ذهب أصلا. ملكية الأرض هل توجب لك ملكية المعادن اللي موجودة تحت الأرض أو ليس كذلك؟ من الواضح من يقول نعم هو يكتب فقها على أساس أصلا فد نظام فقهي آخر يكتب، ومن يقول لا يكتب نظاما فقهيا آخر، وكلها احنا أمتنا لا أنا ولا أنت عندنا مولانا ارتباط بالحجة حتى نسأل الحكم الشرعي في ذاك الزمان، وهذا الزمان شنو هو؟ نعم طوبى لمن يقدر يسأل الحجة سلام الله عليه ويقول له الحكم الشرعي، احنا ما عندنا هذا الطريق. إذن لابد نحن والنصوص، وهذه النصوص ماذا تقول إخواني الأعزاء؟ هذه النصوص مولانا جاء الفقه المتعارف الأصول المتعارف عندنا جردها عن ماذا؟ ها؟ جردها عن ظروفها وعن شروطها مطلقا. ولذا يقول سيد الشهيد ها نظره يجب أخذ جميع الصفات والشروط الموضوعية المتوفرة في ذلك السلوك بعين الاعتبار، كل الشروط نأخذها بعين الاعتبار، والجواز أو الإمضاء ينصب ماذا؟ مو ينصب مجردا عن الظروف والشروط، وإنما ينصب ها على ذلك السلوك مقيدا بشروطه وظروفه. خب هذا نفس نظرية السيد الحكيم، لو في قبال نظرية السيد الحكيم كاملا في قبالها. طبعا ما اريد اقول في العقود هسه احنا نقول هالشكل، لانه قلت يوجد قول العلو بالتفصيل يقول في باب العقود هكذا، نقول في هذه الموارد ماذا نقول شيئا اخر، لأن من الممكن أن يكون لبعض تلك الصفات والشروط أثر في السماح بذلك السلوك وعدم تحريمه، فإذا ضبطنا جميع الصفات والشروط التي كانت تكتنف ذلك السلوك الذي عاصر التشريع أمكننا أن نستكشف من سكوت الشريعة سماحها بذلك السلوك متى ما وجد ضمن تلك الصفات والشروط التي ضبطناها، نستطيع الآن أن نفهم كيف يتسرب العنصر الذاتي إلى الدليل عندما يجرده عن ظروفه وشروطه. لطيف السيد الشهيد هنا يذكر قاعدة أخرى معاكسة لهذه القاعدة، هو أي لطيفة هذه؟ يقول مو بعض الأحيان، مو في كثير في جملة من الأحيان نحن مو فقط نجرد الدليل في زمان الصدور، احنا بعض الأحيان أيضا نجرد الدليل، نجرد الواقع السلوكي لحياتنا من شروطه. شلون؟ يقول نجي إلى واقع معين، سلوك اجتماعي معين في زماننا، ونجد بأنه أساسا متجذر في الحياة الاجتماعية، نقول أساسا هذه قضية مرتبطة بالارتكازات العقلائية في أي زمان كان فهو كذلك، فنطبق عليها قاعدة عدم النقل والاستصحاب القرائي، نقول هذا السلوك كان موجود وين؟ في عصر الصدور، مع أنه ليس كذلك، هذا هو سلوك حادث صار له 200 سنة. وهذه كثيرا ما تجدوها مولانا في قضايا السيرة المتشرعية،
تجدون بأنه هي يستدل فقهاؤنا المتشرع هذا عملهم. وإذا كان المتشرع هذا عملهم فهو ما يقول بأن المتشرع في زماننا هذا عملهم. من قال أن المتشرع قبل 500 سنة كان هذا عملهم؟ قبل 1000 سنة كان هذا عملهم. زمان الصدور كان ماذا؟ هذا عملهم. ولذا يقول وعملية التجريد تتخذ شكلين، شكل أننا نجرد الظاهرة الاجتماعية في زماننا عن ظروفها وشروطها فنمددها إلى عصر ماذا؟ إلى عصر التشريع، ونقول الإمضاء أيضا سار عليها. وشكل آخر ما هو؟ هذا الشكل المتعارف. والشكل الآخر من عملية التجريد في دليل التقرير هو ما يتفق عندما ندرس سلوكا معاصرا لعهد التشريع حقا ونستكشف سماح الإسلام به من سكوت الشريعة. إذن القاعدة نهاية المطاف في هذه القضية، فمن الخطأ إذن أن نعزل السلوك المعاصر لعصر التشريع عن ظروفه وخصائصه. خلوا العبادات على صفحة. وين بدنا نتكلم إخواني الأعزاء؟ مرارا ذكرنا احنا في العبادات لا علاقة لنا في العبادات، واقعا خط أحمر خليه على صفحة ما عدنا شغل فيه. بدنا نتكلم في القضايا الاجتماعية، في القضايا الاقتصادية، في القضايا الحياتية اللي مرتبطة بإدارة الاجتماع، بإدارة الحياة، اللي معتقدين أن الإسلام أيضا جاء لذلك. قال فمن الخطأ إذن أن نعزل السلوك المعاصر لعهد التشريع عن ظروفه وخصائصه ونعمم حكم ذلك السلوك بدون مبرر لكل سلوك مشابه، وإن اختلف في الخصائص التي يختلف الحكم بسببها، بل يجب أن نأخذ بعين الاعتبار. هذا اللي احنا قلنا زمان مكان، الآن سيد الشهيد يصرحوا به، بل يجب أن نأخذ بعين الاعتبار جميع الحالات الفردية والأوضاع الاجتماعية التي تكتنف السلوك المعاصر لعهد ماذا؟ لعهد التشريع. شنو معنى الأوضاع الاجتماعية؟ يعني فقط اجتماعية، مو شامل للسياسية؟ لو شامل الواضع شامل للسياسية والاجتماعية والعلمية والإدارية. هذه المجموعة عندما نأتي إلى تقرير المعصوم لابد أن نلحظ هذه الأمور في القضية أو الظاهرة الاجتماعية التي ورد الإمضاء عليها. نظرية الزمان والمكان إخوان الأعزاء تقول في النصوص الشرعية، خلوا العبادات على جانب الآن، أخرجوا العبادات، النصوص الشرعية الصادرة من الشارع أيضا لابد أن تكون ماذا؟ لابد أن تكون كذلك. يعني أن الظروف الاجتماعية، أن الزمان والمكان، أن الشروط المحيطة بظروف صدور النص، هذه قيود لماذا؟ لهذا النص الصادر. إذن بعد تنعقد مقدمات الحكمة لإثبات الإطلاق أو لا تنعقد مقدمات الحكمة؟ لا تنعقد. إلا إذا استطعت ذهبت إلى النص واستطعت بطريق أو بآخر تقول أنا أستطيع بهالقرائن أقول أن هذه الظروف دخيلة أو ليست دخيلة. ليست دخيلة، لا محذورة في ذلك. ولكن الكلام أن تبني كأصل مفروغ عنه، التفتوا لي جيدا، أن كل لفظ صدر يكون مجردا ماذا؟ عن ظروف صدور ذلك النص. هذا هو الأصول المتعارف عندنا. ولذا أنتم لا تجدون أبدا، لا يلحظ أن هذا الإطلاق من أي إمام صدر وفي أي ظرف صدر، وأن هذا التقييد من أي إمام صدر وفي أي ظرف ماذا. أنت هل تجده في كتبنا الفقهية أو الأصولية أنه يقولون لابد أن ننظر إلى أن هذا الإطلاق ممن صدر، أن هذا التقييد ممن صدر؟ لا علاقة له. لمن صدر؟ لا علاقة له. من السائل؟ لا علاقة لنا به. مع أنه من الاحتمال المحتملات القوية أنه السائل عند ظروف خاصة مرتبطة ببلده أو المنطقة التي يسأل فيها،
سيد الشهيد رحمه الله تعالى عليه ضرب مثال هواي لطيفنا، مثال فردي وان كان هو يمكن ان يكون اجتماعيا ايضا. يقول انه فان قيل لك مثلا ان شرب الفقاع في الاسلام جائز، يابا باي دليل جائز؟ يقول بدليل ان فلان حين مرض على عهد النبي شرب الفقاع، سال رسول الله، رسول الله قال ماذا يجوز له؟ ها ان يشرب، ولم ينهى النبي عن ذلك. كان لك ان تقول ان دليل التقرير هذا وحده لا يكفي على سماح الاسلام بشرب الفقاع ولو كان سليما، لانه الروايه مرتبطه بمن؟ بالمريض. انت شلون تجردها عن ظروفها وتقول حتى للسليم ايضا يجوز ماذا؟ هذا من باب مثالها لتقريب الى الذهن. الدليل وارد لظروف اجتماعية خاصة، انت كيف تجرده عن ظروفه الاجتماعية وتقول لغير تلك الظروف الاجتماعية؟ بعبارة واضحة انه عندما تتغير الظروف الاجتماعية الموضوع ده يبقى على حاله او ده يتبدل الموضوع. ها يريد يقول السيد الشهيد ان الموضوع ده يتبدل، ومع تبدل الموضوع لا معنى لبقاء ماذا؟ لبقاء الحكم على حاله، لا يعقل ذلك. هذه كل مدعانا، نحن كل مدعانا هذا سألان كما قلت ان سيد الشهيد هذا طبقه اين؟ ها طبقه على التقرير، ولكنه نحن نقول بانه القضية اوسع من ذلك، لعله ايضا في كلمات السيد الشهيد لم نجد هذا المعنى، أن القضية أوسع من ذلك. من قال أن الألفاظ التي وردت في الكتاب في السنة في كلمات النبي في كلمات أهل البيت بأي قول تقولون أساسا أن هذه مطلقات ثم تجعلوها إطلاق أفرادي وإطلاق ماذا؟ ها؟ أزماني وإطلاق ماذا؟ أحوالي. من أين هذا؟ لا، لعله هناك ماذا؟ أحوال معينة صدر هذا النص لأجلها، هناك ظروف معينة صدر هذا النص ماذا؟ لأجلها، هناك أوضاع معينة حالات معينة صدر هذا النص ماذا؟ لأجلها. لابد أن يعرف ظروف صدور النص الشرعي. بس تقول لي سيدنا هذا وين تقوله في القرآن كذا؟ أقول نعم 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 في القرآن أيضا كذلك، وهذا مو معناه القضية الخارجية لا يروح إلى ذهن الإخوة، هذه قضية حقيقية، ولكن القضايا الحقيقية هل أن هذه القيود مأخوذة فيها أو أن هذه القيود ماذا؟ غير مأخوذ فيها. لا يتبادر إلى الذهن أنه إذا قلنا أن النصوص الشرعية كالقضايا لأجل القضايا بنحو القضايا الخارجية إذا لا تشملنا، لا لا لا، مو هذا المراد. مراد أن هذه القضايا الحقيقية هل أخذت هذه القيود الظروف الشروط أخذت قيودا فيها أو ماذا؟ أو لم تؤخذ فيها. النظرية المتعارفة الآن الموجود الذي يقوم عليه الأصول عندنا والاستدلال الفقهي عندنا يجرد النص كأنه مفروغ عن أن النص مجرد عن ماذا؟ عن شروطه وظروف صدوره، إلا ما ثبت العكس. نحن ماذا نريد أن ندعي؟ ها؟ نريد أن ندعي العكس، نقول نريد أن نقول أن النص دائما هو ماذا؟ ملحوظ فيه هذه الظروف والشروط والحالات التي صدر فيها النص، إلا إذا ثبت ماذا؟ العكس من ذلك، أن الشروط غير ملحوظة في صدور هذا النص الشرعي. عندنا وقت ولا؟ 5 دقائق. هسه هذا البحث إخواني الأعزاء، بعد لا تقول لي بأنه سيدنا وين تطبيقاته؟ تطبيقاته من، خلوا العبادات على صفحة، تطبيقاته من أول الفقه إلى ماذا؟ إلى آخر الفقه. هذه لا تسألني عن تطبيقات، وإن كان سوف يأتي إن شاء الله تعالى ونشير إلى بعضها. هذا الذي نسب إلى الكاشاني في مسألة الغناء، هذا واحد من مصر.
الكاشاني مو من القائلين، شيء ولو اجمالا دقيقتين ثلاثه، بعض النسب الى الكاشاني في مساله الغناء، بعض النسب اليه انه يقول بان الغناء في نفسه مو محرم، وانما الحرمه للغناء بالعرض لا بالذات، بسبب شنو؟ هاي المقارنات الخارجيه له. فإذا جردنا الغناء عن مقارناته الخارجية من اللهو واللعب والكلام بالباطل وكذلك، أصل الغناء ماذا؟ لا إشكال فيه. لا لا أبدا، أجل أن الكاشاني يقول هذا الكلام. الكاشاني يقول الشارع عندما جاء حرم الغناء لم يقل ارجعوا إلى كتب اللغة وجردوا هذا النص الذي صدر مني عن ظروف ماذا؟ عن ظروف صدوري. أنا أيضا أقول أن الغناء محرم، ولكن أقول الغناء المحرم مو ما تقوله كتب ماذا؟ كتب اللغة. الغناء المحرم أنظر إلى النص بحسب ظروف صدور هذه النصوص من أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. يعني الأئمة سلام الله عليهم لابد أن نقرأ هذه النصوص ضمن ماذا؟ ضمن تلك الظروف، ونفهمها ضمن ماذا؟ ضمن تلك الظروف. لابد أن نذهب إلى الحياة الاجتماعية، إلى حياة الملوك، إلى حياة الخلفاء، إلى حياة اللي كانوا يسمون أنفسهم خلفاء رسول الله، لننظر بأنهم ماذا كانت مجالسهم وماذا يجري فيها. وأن هذه الروايات التي وردت قال ثمن المغنية سحت، هذا يريد أن يقول بمجرد أنه لغة قيل مغنية لودي يشير إلى ماذا؟ إلى حالة معينة في الواقع الخارجي يهو من هند. يقول من قبيل، أضرب لك مثال، من قبيل أنه الآن ولي الأمر في دولة إسلامية في إيران الآن، عندما يحرم بعض الأمور مو دي يحرم بنحو القضية ماذا؟ اللغوية العامة. أكو ظاهرة شنو؟ في المجتمع هذه الظاهرة الاجتماعية دي يحرمها. فأنت عندما تريد أن تفهم هاي الفتوى لابد أن تفهم شنو؟ ها؟ هاي الظروف التي أحاطت بصدوري هذه الفتوى. لا يحق لك أن تجرد هذه الفتوى أو الحكم من الظروف المحيطة بها. ولعله إن شاء الله إذا صار وقت غدا، ولعله إن شاء الله الروايات عندما نقرأها في باب الغناء، الآن مو بحثنا هذا ولكن من باب التطبيق لهذه الكبرى، ولعله عند ذلك سيتضح بأن أهل البيت سلام الله عليهم وين دي يتكلمون. دي يتكلمون في القضايا التجريدية العامة، حتى هاي نذهب إلى وين؟ إلى اللغة وإلى العرف. نسأل العرف ماذا تفهم من الغناء هو شنو؟ هالشكل. أو أنه لابد أن نذهب إلى الظروف الاجتماعية التي صدرت فيها هذه النصوص لنقرأ النصوص في ضوء ماذا؟ أو على ضوء هذه الظروف التي صدرت فيها هذه النصوص. أي منهم؟ الفقه الموجود، أرجع وأقول الفقه المتعارف ماذا يفعل؟ ها؟ ما عنده شغل، لو يفهم عرف، لو يذهب إلى العرف، لو يذهب إلى السيرة ويتصور أن هاي السيرة هي السيرة قبل 1400 سنة، هذا اللي أشار إليه، يجرد السيرة بشكل أين؟ عرفت شلون؟ لو يذهب إلى اللغة. أما أبدا لا تجد أنت فقيها من الفقهاء عندما يريد أن يقرأ نصا شرعيا ونصا دينيا أن يذهب إلى الظروف المحيطة بصدور هذا النص، أن هذا النص صدر في زمان الإمام أمير المؤمنين عند ولايته وحكومته، لو صدر عن الإمام الهادي، عن الإمام الهادي اللي كان يعيش في ذلك الضغط الإرهابي من الحكومات التي كانت في عهده، وين ده يصدر من الإمام سلام الله عليه هذا التوجيع، هذا الحكم، اللي هاي الفتوى، هذا البيان ده يبينه للأئمة، وين ده يوجه؟ بذيك الظروف أو ماذا؟ أو بهذه الظروف، أي منهم؟ وهذا الذي أعتقد هذا هو الخلل الأساسي في فقهنا المتعارف.
هسه انا اعبر عنه خلال قد واقع يقول لي لا لا اساسا هو الحق هذا جيد، هذا وجهه نظر بعدها. ما احنا ما قايلين لا، احنا قايلين الواقع بيدينا، ولا اماتنا نقبل منك ان تقول الواقع شنو بيدك ابدا. انت عندك اجتهاد، احنا ماذا دنا تعتقد، ولا ما مدعين بانه والله احنا الواقع وانت لست واقع، كما لا نقبل منك ان تقول نحن الواقع وانت شنو لست الواقع ابدا. هذا اجتهاد وذاك اجتهاد آخر. في اعتقادنا أن الخلل الذي يحكم الفقه المتعارف في حوزاتنا العلمية ولا بد أن يلتفت إليه في عملية استنباط الحكم الشرعي هو أن يقرأ النص ضمن ظروفه الموضوعية التي صدر فيها، والحمد لله رب العالمين. سلام الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. سلام الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. سلام الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله صلاة سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. سلام الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.